دوليا وفي الصحراء الغربية، تعرض وفد حقوقي صحراوي الساعات الماضية إلى اعتداء همجي ووحشي على يد قوة الاحتلال المخزني بمطار مدينة العيون المحتلة انتقاما منهم بسبب مشاركتهم في المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو بمخيمات اللاجئين الصحراويين. الوفد الحقوقي الصحراوي تتقدمهم الناشطة الحقوقية الوعرة خيا، شقيقة المناضلة سلطانة خيا، والتي أكدت أنه خلال تواجدهم بالمطار لاحظت طوابير من الصهاينة المسافرين إلى مدينة الدخل المحتلة، والتي أصبحت بوابة لهم، ما يجعل الشعب الصحراوي أمام احتلال جديد بسبب سياسة المخزن التطبيعية.